كل الناس بتتمرن بشكل كويس ودي حاجة إيجابية جدا لي كمدرب ولينا كلاعيبة طبعا. ومباريات الودية كانت إيجابية بشكل كبير، كسبنا مباراتين. المكسب في المباريات الودية بيبقى مكسب معنوي بيدي الثقة للعيبة طبعا، مكسب في أي مباراة بيبقى حاجة كويسة، ولكن قبل البطولات المباريات الودية بتنعكس انعكاس إيجابي، فدي كانت حاجة إيجابية في المعسكر.